السلام عليكم. المحاضرة بتاعت النهاردة إن شاء الله عنوانها هو المانيبيليتور جاكوبيان، وهي المحاضرة السادسة. إحنا بنستكمل كده بعد على طول الجزء الخاص بالفورورد والإنفرس كايناماتكس. اللي إحنا خدناه لحد النهاردة كان إن أنت إزاي يكون عندك روبوت. الأول أنت ما كنتش أصلا تعرف يعني إيه روبوت، فبالتالي أنت تعرضت الأول للأنواع بتاعت الروبوتس الموجودة إيه، وبعد كده اتكلمنا عن إزاي بتمثل نقطة في الفراغ. وبعد ما اتكلمنا عن تمثيل نقطة في الفراغ، بدأت ان انت تتكلم عن ازاي امثل لينك في الفراغ، وبعد كده عرفت ان الروبوت ما هو الا مجموعة من اللينكات المتوصلة مع بعضها بشكل معين، وبتقوم بعمل حركة في الفراغ ودوران كمان. فانت عرفت ان تمثيل اي بوزيشن للروبوت في الفراغ عبارة عن اكس واي زد وروتيشن اراوند الثلاثة اكسس اللي هو الرول والبيتش واليو. اخدت في الفترة اللي فاتت ازاي تقدر لو انت عارف قيم الجوينت فاريابلز، اللي هو لو روبوت مثلا وليكن زي اللي قدامك ده ار 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 ده 3 ار، لو انت عارف قيم الزوايا السيتا اللي هي سيتا 1 وسيتا 2 وسيتا 3، تقدر تعرف البوزيشن بتاع الاند افكتور كام كاكس واي وزد، وكذلك كاكس واي وزد وروتيشن حوالينهم. وعرفت برضو ان انت كان اخر محاضره بقى، لو انت عارف البوزيشن بتاع الاند افكتور ازاي تقدر تجيب منه قيم الجوينت فاريابلز اللي عندك. روبوت زي اللي موجود قدامك ده هو موجود الاند افكتور بتاعه عند بوزيشن اكس، بس الحقيقه انت عاوز يروح عند بوزيشن اكس دي او الاكس ديزايرد، هو ده التارجت بوزيشن بتاعك او هو ده المكان اللي انت عاوز تروح له. اذا ففي فرق ما بين الاكس اللي انت عاوزها اللي هي الديزايرد وما بين الاكس الحقيقيه. الفرق ده اللي هو الايرور اللي احنا كناس بتوع تحكم بنقول اللي هو الايرور، الفرق ما بين الديزايرد والاكشوال فاليو. الايرور ده بيتطلب من حضرتك ان انت تعمل في عندك دي اكس، في عندك اختلاف في قيم الاكسات اللي هو موجود عند الاند افكتور، مطلوب منك انك تعمل اجراء تصحيحي للحركه بتاعت الروبوت بحيث ان الاكس تنطبق على الاكس ديزايرد، اللي هو انك تعمل مينيمايزيشن للايرور. يعني معنى كده ان حضرتك بطريقه ما هتبدا تعدل في قيم الزوايا اللي هي بتاعت الروبوت اللي قدامك اللي هو سيتا 1 وسيتا 2 وسيتا 3. يعني الدي اكس بتاعتك كبوزيشن فيكتور هتبدا تحولها لدي سيتا كجوينت فاريبل ديسبليسمنت. كنت بتستخدم في التارجت ده مين؟ لما بيكون عندك البوزيشن بتاع الاند افكتور اللي هو اكس واي وزد، وعاوز تحولهم لجوينت فاريابلز سيتا 1 وسيتا 2 وسيتا 3، كنت بتستخدم ايه؟ صح، بتستخدم الانفرس كايناماتكس. ولو العكس عندك، لو انت عارف قيم الزوايا سيتا 1 وسيتا 2 وسيتا 3 وعايز تعرف المكان فين عند الاند افكتور، كنت بتستخدم الفورورد كايناماتكس. ده كان الهدف بتاع الجزء الاولاني من المحاضرات. طيب جميل، لو انا بقى دلوقتي مش بس عاوز ان انا احول البوزيشن، يعني ايه؟ فاكرين البلوك ديجرام ده اللي انا شرحته في اول محاضره، وقلنا ان التارجت بتاعي ككورس ان انا اخليك تقدر تبني البلوك ديجرام ده. بس كانت اول مشكله بتواجهنا فيه ان انا اصلا ما اعرفش عن ايه روبوت، وما كنتش قادر اعرف يعني ازاي امثله في الفراغ، وهل هي مشكله اصلا ولا لا. فهو ده اللي احنا اهتمينا بيه في المرحله اللي فاتت. دلوقتي احنا اتكلمنا بس عن البوزيشن قبل كده، يعني لو انا عاوزه الروبوت ده الاند افكتور بتاعه يتحرك من البوزيشن اكس للبوزيشن اكس دي، انت مش بس بتبقى عاوزه يروح للديزايرد بوزيشن معين، انت عاوز يروح بسرعه معينه. يعني انا مش عايز الاند افكتور اللي موجود عندي ده يروح مثلا وليكن من الوضع اللي هو فيه لوضع مثلا النقطه 10 و0 وسالب 5. انا مش عايز يروح للنقطه دي بس، ده انا عاوز يروح للنقطه دي بسرعه كذا، والا ممكن ياخد 10 سنين ما على يروح لها. فالموضوع مقترن بالسرعه بشكل ما. انت اخدت قبل كده ازاي تقدر تعمل الريليشن اللي موجوده ما بين الاند فيكتور وما بين الجوينت فاريبل. احنا بقى النهارده دورنا في المحاضره بتاعه المانيبيليتور جاكوبيان ان احنا ازاي نقدر نوجد السرعه بتاعه الاند فيكتور، ولو انا عندي السرعه بتاعه الاند فيكتور ازاي اقدر اجيب السرعه بتاعه الجوينت فاريبلز. يعني ازاي اقدر اجيب الزوايا اللي عندي دي، ازاي اقدر اجيب السرعات بتاعتها سرعات المواتير، وازاي اقدر اجيب علاقه ما بينها وما بين السرعات بتاعه الاند فيكتور، وهل هي مهمه ولا لا. هي مهمه، وتعرف انت ازاي بتحتاجها وليه ممكن تكون بتحتاجها. مبدئيا انا قلت لك المسمى اللي بيستخدم في العلاقه دي اللي احنا بنسميه المانيبيليتور جاكوبيان. البلوك ديجرام ده احنا هنكبره شويه، ماشي؟ كبرناه في ايه؟ ان احنا قلنا دلوقتي طبعا هي دي المسميات اللي انا قلتها اصلا كمصطلحات. خلينا نقول دلوقتي ان انت هبدا من الجزء الخاص ب المانيبليتور اللي هو الحتة دي اللي هي الدخل على المانيبليتور نفسه او اللي دخل على الروبوت. انت هنا باعت
على المواتير مباشرة، يعني في المكان ده انت باعت سيتا واحد وسيتا اتنين وسيتا تلاتة. خليني انا بضرب على نفس المثال اللي هو البلانر، اللي هو بلانر ار ار ار. فانت في المكان ده انت باعت قيم لسيتا واحد وسيتا اتنين وسيتا تلاتة. في المكان ده انت برضو كسنسور هو متركب على المواتير، يعني وليكن هو انكودر، فهو برضو بيقرأ سيتا واحد وسيتا اتنين وسيتا تلاتة. الفاليوز اللي هو بياخدها، يعني هنا كده القيم اللي انت بتقراها، انا كاتبة Q1 و Q2 و Q3 كناية عن ان ده ممكن ما يكونش RRR، فممكن Q دي تكون دي مثلا، يعني يكون ده بريزماتيك مش ريفوليوت. فانت عندك القيم اللي خارجة من الروبوت هنا هي Q-hat اللي هي سيتا واحد وسيتا اتنين وسيتا تلاتة، انت هتاخدها بالسنسور كفيدباك. ماشي، عندك سيتا واحد وسيتا اتنين وسيتا تلاتة، هتدخل على فورورد كاينماتكس. ماشي، ليه فورورد كاينماتكس؟ هتعرف دلوقتي حالا. لما يكون عندك سيتا واحد وسيتا اتنين وسيتا تلاتة ودخلتها على فورورد كاينماتكس، هتحولها لإكس وواي وزد. احنا عارفين الفورورد كاينماتكس بتحول الجوينت فاريبل لإند افكتور فاريبل، يعني هتحول للسيتا واحد واتنين وتلاتة لإكس وواي وزد. حلو قوي، الإكس وواي وزد هما دولت الحقيقيين اللي خرجوا من الروبوت، ولكن انت كان عندك اكس دي وواي دي وزد دي، كان عندك ديزايرد بوزيشن، كان في مكان انت عاوزه، فانا هسميه دي يعني ديزايرد، اكس دي وواي دي وزد دي، اتقارنوا ببعض فطلعت انت ايرور سيجنال اللي هو الفرق ما بين الاثنين. الايرور ده مازال معبر عن الاي اكس والاي واي والاي زد. دلوقتي انت عاوز تدخله على كنترولر والكنترولر يطلع سيجنال، المهم ان في الاخر انت عاوز تبعت برضو حاجه بتعبر عن الكيو 1 وكيو 2 وكيو 3، يعني وكأن الروبوت ده اتحرك بزاويه 30 و25 و60، طلع قرايه معينه بس ما كانتش القرايه الصحيحه بتاعتك، انت خدتها كارقام زوايا، محتاج انك تاخدها وتعدلها وتشوف هي كانت كمكان اكس واي وزد كانت عباره عن ايه، علشان انت الديزايرد بوزيشن بتاعك موجود كفانكشن في الاكس والواي والزد. قارنتهم ببعض وطلعت الايرور ودخلته على الكنترولر والكنترولر طلع السيجنال، السيجنال دي لازم ترجع تترجم تاني لقيم تصحيحيه لسيتا 1 وسيتا 2 وسيتا 3. هنا تستخدم الانفرس كاينماتكس، هنا كان عندك اي اكس واي 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 زد، انت عاوز تحولها زي اي سيتا 1 واي سيتا 2 واي سيتا 3، وتخلص الليله دي كلها انك بتبعت قيم لسيتا 1 وسيتا 2 وسيتا 3. كل الكلام ده كبوزيشن بس، مقترن معاه السرعه، يعني وانت ساحب كده من الروبوت من المكان ده وانت واخد كيو 1 وكيو 2 وكيو 3، انت واخد معاك السرعات بتقيسها بسنسور، وهنا هتاخد السرعات برضو وتدخلها. السرعات بتاعه الجوينتس اللي هي موجوده عندك دي بتنضرب في حاجه اسمها الجاكوبيان، وهنعرف الجاكوبيان ده بيجي ازاي، بس المهم ان السرعات دي هتنضرب في الجاكوبيان ده وهتبدا تتحول لي اكس واي زد دوت، يعني هتتحول لي لسرعات بس عند الاند افكتور. وبرضو انت البوزيشن اللي انت عاوز تروح له، انا مش بس بقول لك انت انا عايزاك تروح لي عند المكان الفلاني، لا انا بقول لك عند المكان الفلاني وبالسرعه الفلانيه، فهي كمان السرعات اللي موجوده هنا هتتقارن بالسرعات المطلوب ان انا اروح لها، وهيطلع لي هنا برضو ايرور كفانكشن في السرعات، وبرضو هيمر الايرور ده بحاجه اسمها الانفرس جاكوبيان اللي هيرجع يحولها لي لسرعات تصحيحيه تروح للروبوت. يعني زي ما كان في انفرس كاينماتكس كان في حاجه اسمها انفرس جاكوبيان، وزي ما في حاجه اسمها فورورد كاينماتكس في حاجه اسمها الجاكوبيان، بس الجاكوبيان بيجيب لي علاقه سرعه ما بين الجوينت سبيس وما بين الاند افكتور سبيس. نبص بقى كده مين ده ومين ده. الفيلوسيتي عند الاند افكتور بتاعتك هي بنرمزها بالرمز زيتا اللي هو الرمز اللي قدامك ده، والفيلوسيتي الموجوده عند الجوينت فاريبل انا بسميها كيو دوت اللي هي النقطه اللي هنا دي كده اللي هي موجوده في المكان ده. كيو دوت بقى دي ممكن تكون 3 ار 4 ار، تكون ار بي ار، ايا كان الشكل بتاعها ايه. الزيتا عباره عن الاكس دوت والواي دوت والزد دوت والدوران حوالين الثلاث محاور اللي هي الاوميجا اكس والاوميجا واي والاوميجا زد، انما الكيو دوت فهي عباره عن تفاضل الجوينت فاريبل اللي هو سيتا 1 دوت سيتا 2 دوت سيتا 3 دوت او دي 1 دوت على حسب الحاجه اللي عندك. يعني هنا من الجدير بالذكر او من الحاجات اللي بتقال، لو انت عندك لينك زي اللي موجود قدامك ده، اللينك ده بيلف، ده ريفوليوت يعني متركب على ريفوليوت جوينت هنا، فهو بيلف من المكان ده. لما انت بتحب تقيس السرعه بتاعته، يعني لو انا عندي اي حركه موجوده في الفراغ او انت عاوز تجيب السرعه بتاعت، لو انت عندك بوزيشن معين وانت عاوز تجيب الفيلوسيتي بتاعته بتعمل ايه؟ لو عندك بوزيشن وعايز تجيب الفيلوسيتي بتفضله، لان السرعه اصلا هي معدل تغير البوزيشن بالنسبه للتايم، فلو انت عندك بوزيشن وفضلته هتجيب السرعه. حلو قوي،
بس الفكره بقى في ايه، ان الجوينت دي او اللينك اللي موجود قدام حضرتك ده بيعمل روتيشنال موشن، يعني بيلف. فهو مش بس ليه بوزيشن، هو لما انت اللينك ده يلف كده يمين وشمال فهو بيغير في المكان بتاعه، وكمان يعني بيغير في المكان بتاعه كمكان وكسرعه دورانيه. فهنا انت عندك ليه حاجه اسمها لينير فيلوسيتي اللي هي السرعه الخطيه، وليه حاجه اسمها روتيشنال فيلوسيتي. ده صحيح، ما احنا بنقول دلوقتي ان فيكتور السرعات بتاعتي عباره عن اكس دوت واي دوت وزد دوت والدوران حوالين الثلاث محاور اللي موجودين دول. قانون عام، اللينير فيلوسيتي اللي هي الفي بتساوي الاوميجا في الار، الاوميجا دي اللي هي الانجولار فيلوسيتي اللي هي بتساوي سيتا دوت مضروبه في الار. الار ده اللي هو طول القوس الموجود قدامك ده، او اللي هو الطول اللي هو الفرق ما بين الاو اي دوت اللي هو الاوريجين بتاع الجوينت الاولانيه والاوريجين بتاع الجوينت الثانيه. يعني طبعا هو انت انا هديك بالتفصيل ازاي ممكن تحسب السرعه بتاعته، يعني ما تشغلش بالك بالموضوع ده قد ما تشغل بالك ان كل لينك في الدنيا هيكون ليه سرعتين، سرعه خطيه وسرعه دورانيه. سرعه خطيه اللي بنسميها اللينير فيلوسيتي اللي هي الاكس دوت والواي دوت والزد دوت اللي هي السرعات في اتجاه البوزيشن في اتجاه الثلاث محاور، وليه سرعه دورانيه حوالين الثلاث محاور اللي هي الاوميجا اكس والاوميجا واي والاوميجا زد.